هاي الخسارة الحقيقية. خسارة الحقيقية أنه أنت ما ترزق أشياء معنوية، الأشياء المادية تروح تشتغل وتحصلها، بس قلي حضور قلبك بالصلاة شلونه، هذا الرزق الحقيقي. أنت ما لك دخل بهاي لوسة، هاي لوسة هي الناس تصدر أفكار بكيفة، وإلا الرزق الحقيقي أن ما تخسر الله. الله يرزقك محبته، الله يرزقك معرفته، الله يرزقك التلذذ بمناجاته. أكو واحد متدين بس ما يتلذذ حجي، ما عنده أنس، صدق يسولي يقرأ، والله يقرأ الدعاء كل ساعة يقلب بعد كم صفحة دعاكم، ايش طوله صار دعاكم، أنا ما فاهم السالفة. هذا لو الله رازق لذة الذكر شا ما يضرب روحه، ما يضرب روحه، شا ظل يسولف ويناجي ويحكي ويقول له زدني زدني زدني، ما يقدر. ليش؟ لأن ذاق حلاوة الإيمان. بس أنا لأن ما ذايق حلاوة الإيمان أحسب على الله بالسبحة، سويت لك 500 صلوات، هو هاي هو أول من نطاك حسب عليك حتى أنت تحسب عليه، ده تفكر بالنعم اللي مطلق إياها، من نطاك إياها حسب عليك، ده أصفنس عين عافية شنو وحدة اثنين ألف 100 ألف هن نعمين حسبة ما يخجل. والله العظيم ربنا يخجلنا، يخجلنا من عطاء يخجلك، يعني دا شوية تصفن شين عود انت ترد لك جميلة بصلاة حسبالك انت عود من الصلاة هسه تعود رات الجميل مسوي له زين، شو ترد يا جميلة ترد شو تقول؟ والله يحير يا أخي.